السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم ريسلان. اليوم جيتكم بفكرة وتدبيرة جديدة فيما يخص الشمع، يعني كيفاش راح نخدمو الشمع في الدار، كيفاش راح ديري الشمع في الدار باللون اللي تحبي والشكل اللي تحبي والريحة اللي تحبي. نبدأ بسم الله. أول حاجة راح نحتاجها هي أكيد المكون الأساسي اللي هو الشمع. عندي الألوان الشمعية اللي راح نلون بها، راهي متواجدة وثمن تاعها مش غالي. انا شريت علبة هذه تاع 12 لون ب 5000، يعني ب 50 دينار جزائري. عندي هاد الزيوت العطرية، راهي متواجدة تلقاها عند الكانكايري، نعطيكم حتى السعر تاعها، راهي ب 15000، ماشي غالية ثاني. عندي هذا الشكل من الزجاجات، راهم انواع واشكال كما يعني واش تحبي. انا يا عجبتني شريتها. هنايا عندي هذا، كنت كانوا فيهم ديجا، كان فيهم الشمع، كي فرغ الشمع منهم يعني استعملتهم كملت، نحيت هذا اللي يحكم الخيط تاع الشمع واستحفظت يعني بهم، واستحفظت بهذا باش نعاود نستعملهم. هو يعني راهو الومنيوم في ساعي بزد، لكن استحفظي به تعاودي تخدمي به. عندي هنا هذه الاغطيه تاع القارورات كيما راكم تشوفوا. عندي هذه تاع الكوكاكولا، هذه تاع مسعيده، هذه تاع نقاوس، هذه ثاني تاع المسعيده. عندي المول سيليكون، راح نجيب الشمعه تاعي، نحاول اني نحي لها الخيط، ماهيش عمليه سهله، ماشي صعيبه. ونجيب عندي هنايا هذه الطاوه صغيره، تحبي ديري في بماغي يعني في حمام مائي، تحبي ديري ديريكتو في النار. انا راح ندير ديريكتومون في النار. ها ها، بمجرد انك تجبدي راح نحي الخيط. هاوليك الخيط هذا اللي راح نعاودو نستعملوه، يعني راح نقصوه ونديروه في الشمع. راح نذوبهم. قبل ما نذوب راح نقص، لانه نظن انها جيني كبيره. راح نجيب الالوان المائيه، راح ندير ثاني طرف صغير، كي نشوفوا ما لونليش مليح راح نزيد. هنا على نار متوسطه راح نبدا نذوب الشمع تاعي، واللي تحب ديرها في حمام مائي ديرها في حمام مائي. هنا الالوان الشمعيه راهم يذوبوا. وبالنسبه لهذو تاع الالومنيوم راح نجيب اللون الرمادي كيما شفتوا. بعد ما ذاب الشمع راح نفرغو في المغالق، من بعد نجيب الخيط نكون قصيتو قصير، ما يشي طويل بزاف، ونحاول نثبتو. هنايا تحبي ديري ليبانغل كيما انايا، اللي ماهيش متعوده وما عرفتش كيفاش دير الخيط، دير ايبانغلا وتحطها بهذا الشكل. واللي ما عرفت تخدم الشمع هاي تعرف كي تولي لاكوش هذيك تاع الشمع من فوق، بمجرد انك تحطي الخيط راح يتثبت وحده. خلي لكش ملون، اللون راح يولي وحده والشمع وحدهم، هكا راهو ولا لي رمادي. راح ندير قطرات من العطر، قطرات البرك يعني ما نكثرش، لانه راهو قوي قاطع كيما نقولوا. نجيبهم ونبدا نعمرهم. نخليهم شويه برك باش تتشكل هذه الطبقه باش نحط الخيط. هنا الخيط هاوليك درتهم صغار او طاحت لي. راح نبدا نحطهم، يعني بمجرد انك تحطي الخيط راح يتحكم وحده. ننتقلوا للطريقه تاع مول سيليكون، يعني بالنسبه للتذويب والتلوين نفس الطريقه اللي كنت نعتها لكم. هنايا بعد ما ذوبتها كما راكم تشوفوا عمرت برك لي مول تاع سيليكون، مازال ما درتش الخيط، راح نحيها من المول. طريقه سهله عادي كيما تنحي الكاطو تاعك. هاي ليك، ها زيد نحي لكم الثانيه.
خليها تبرد، يعني خليها تبرد مليح باش ديمو ليها. اذا ما خليتيهاش بردت ونحيتيها راح تتعوج لك. هاوليك الشكل اللي نتحصل عليه هنايا، الشكل اللي تحبي واللون اللي تحبي. درك راح ندير فيهم الخيط، راح نجيب برا هكا ولا مساك كيما تحبي، راح نسخنه مليح. بعد ما سخنت البرا راح نديرها في النص تماما. ها من بعد نجيب الخيط اللي كنت حضرته من قبل، راح يدخل بكل سهوله. هاوليك هاو الخيط، راح نحي نقص هذا الزايد. هنايا ننتقلوا للشكل الثالث. كما راكم تشوفوا هذه الزجاجات ذوبت شمع عادي وعطرته بهذاك العطر بلا ما درت له حتى لون، وفرغته وحكمت الخيط. الخيط درت يعني الخيط تاع الشمعه بعد ما نحيته قسمته على ثلاث اجزاء. من بعد دورته، يعني دورته مع بعض باش يحكموا ويوليوا على شكل خيط واحد. حكمتهم بهذا المساك كما راكم تشوفوا، حطيته ما نستناش حتى يجمد باش نلوح الخيط، لانه الخيط خشين والشمعه هنايا خشينه وطويله. اذا جمد الشمع ما تقدريش تحطي الخيط، وتخليها حتى تجمد. هاوليك الشمع في شكله النهائي باشياء بسيطه. ديري شمع على ذوقك وعلى البارفان اللي تحبيها، تقدي حتى ترشي من البارفان تاعك اذا ما كانش عندك زيوت العطريه، ويعني ما تكلفكش حتى في السعر تاعها، ما تكلفكش، ما تقاملكش كيما كيتشريهم واجدين. المهم ان شاء الله تكون عجبتكم فكرتي تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وتردوا لي الخبر. والى اللقاء مع فيديوهات جدد ان شاء الله.